بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم نبدا وعليك نتوكل ومنك يا ربنا دائما طلب السداد والتوفيق والنجاح مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير ومسرات احييكم وارحب بحوراتكم اجمل واطيب ترحيب في هذا الميدان ميدان البصير حيث نشاهد واياكم هذه الاسماء الكبيره والشعارات المثيره التي تنطلق وتندفع من اجل الناموس والانتصار فمرحبا يا هذه الشعارات الرنانه اسماء وشعارات قد صارت في ميادين التحديات. تنطلق في هذا اليوم من اجل الناموس الغالي والانتصار وينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته شوطنا السادس للزمول القعدان من المسافة الستة كيلومترات ما تفصلنا عن الناموس وما تفصلنا عن الانتصار البداية والمقدمة من ينطلق على أول المراكز أرى هنالك فلج عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل من يقود هذا الجمع الغفير مع البداية الأولى والمقدمة الأولى بينما ثاني المراكز القدوم والوصول من قبل فجاج طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت يصل ويتواجد على المركز الثاني وثالث الاسماء القدوم والوصول من قبل هنالك مذهل علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق ورابع الاسماء رابع القادمين رابع الواصلين يصل شاهين حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت من يصل ويتواجد على المركز الرابع بن جهويل ولكن خامس الاسماء من نكتفي به من نكتفي بانطلاقه ونكتفي بنداؤنا للخمس المراكز الاولى المتقدمه يصل ويتواجد الذيب ناصر بن حمد بن حسين بن علي الجرحب هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل ذعنا على مسامعكم الخمس النجوم المتقدمة في الدارك العلوي في الانطلاق الاول نعود والعود واحمد حيث البداية الاولى حيث الانطلاق الاول من ينطلق فلج على البداية وعلى المقدمة بانطلاق وتحدي عبد الله بن سالم بن عبد الله بن 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 شعيل من ينطلق من يندفع على اول المراكز على الانطلاق الأول ولكن انطلاق الكبار انطلاق العمالقة سن الكبار سن المتعة والإثارة حيث الندية والمنافسات ما بين هذه الأسماء الكبيرة والشعارات المتواجدة بين أركان وأقطاب هذا الميدان ولكن على المركز الثاني يصل ويتواجد مذهل بانطلاق مذهل علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق من ينطلق ويندفع على المركز الثاني وثالث الاسماء يصل فجاج يصل فجاج يريد دربا الى الناموس الغالي ان لم يكن راي اخر من المشاركين البقيه يصل هنالك فجاج طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل من يصل ويتواجد على المركز الثالث من ي يقرع طبول التحدي في هذه اللحظات ورابع الاسماء القدوم الوصول من قبل شاهين حمد بن سالم بن علي بن جهويل من يصل ويتواجد على المركز الرابع ولكن خامس الاسماء ارصد لي يا مخرجنا هذا الاسم القادم والواصل في هذه اللحظات من يصل ويتواجد على المركز الرابع او عفوا المركز الخامس يصل هنالك الذيب ناصر بن حمد بن حسين بن علي الجرحب من يصل من يتواجد على المركز الخامس الله يا هذا الانطلاق الله يا هذا الابداع والامتاع ما بين انطلاق العمالقه ما بين انطلاق الفطاحله فطاحله التضمير يتنازعون ويتصارعون من اجل البقاء والبقاء, والبقاء الاقوياء فمن سعيد الحظ الذي سيحظى بناموس هذا الشوط الله يا انطلاق الكبار ولكن البدايه وين الانطلاق الاول وين من غير على اولى المراكز ينطلق فجاج الله يا بن عقيل بن عقيل خطير مع فجاج من ينطلق ويندفع ويغير لون ليستلم زمام طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت ولكن حذاري الاسماء والشعارات يطالبون بالناموس كما تطالب يا بن عقيل ولكن يصل فلج على المركز الثاني بانطلاق عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل من يصل من يتواجد على المركز الثاني الله يا بن شعيل ولو كان من الجانب الاخر ارى من ينطلق ويندفع ويصل في هذه اللحظات الله 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 يا هذا الوصول والقدوم يصل هنالك مذهل علي بن سالب بن علي بن متعب الصعاق وكذلك القدوم والوصول من قبل شاهين الله يا شاهين الله يا بن جهويل بانطلاق شاهين حمد بن سالب بن علي بن جهويل قال آه نابت وسلالة شاهين والسلالة الشاهينية الغنية عن التعريف بن جهويل ينطلق الان ليستلم زمام الامور ولكن خلك حذر يا بن جهويل خلك حذر يصل على المركز الثاني مذهل بانطلاق مذهل علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق وثالث الاسماء يصل فجاج على المركز المركز الثالث طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل ولكن البدايه والمقدمه الاولى يا اخواني لا زال شهيد لا شاهين مستلما لزمام الامور والكيلومتر الاخير يا اهل الطرايب الكيلومتر المثير كيلو ما بعد كيلو اللي يبي الناموس يحرك ويروح ولكن شاهين لا زال صامد اصمد يا شاهين نحو الناموس الغالي والانتصار الله يا هذا الانطلاق ولكن على المركز الثاني مذهل مذهل من يصل علي بن سالب العلي بن متعب الصعاق وكذلك بن عقيل واصل مع فجاج الله يا فجاج ولكن شاهين شاهين لازال صامد على البدايه وعلى المقدمه الاولى الله يا شاهين الله يا شاهين الله بن جهويل روح للناموس روح روح والقلب داعي لك شعار السجلات والانجازات والبطولات يضيف الانجاز تلو الانجازات السابقه من ناموس الى ناموس والنقطه الثانيه لهذا البطل ولهذا الشعار الله يا بن جهويل سلام بن جهويل سلام سلام شاهين سلام ولكن اصمد يا بن جهويل للامتار الاخيره يا برد اعصابك يا مالك شاهين يا برد اعصابك الله ولكن غير غير في هذه اللحظات مثل علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق وكان على المركز الثاني شاهين لحمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت من كان على المركز الثاني وثالث الاسماء كان فجاج طالب بن مسلب بن طالب بن عقيل النابت ورابع الاسماء كان الذيب ناصر بن حمد بن حسين بن علي الجرحب وخامس الاسماء سياف محمد بن ناصر بن صالح الغيثاني المري التوقيت الزمني لحظة وصول مذهل لخط النهاية تسعة دقائق أربعة وأربعين ثانية وتسعة وسبعين جزءا من الثاني هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل كانت نتيجتنا لهذا الشوط ولهذا السباق متمنين لكم التوفيق والنجاح كان معكم المعلق محمد بن فيد الهاجري